قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب ما يقول في الصلاة على الميت. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هقل بن زياد قال حدثنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى، خلاص هذا حديث آخر يعني. طيب من الذي سيقرأ؟ واحد، لأن أحيانا حتى أضبط الوقت يعني. ثلاثة هكذا؟ ماشي ثلاثة، ما زال باقي، لأن أحيانا أعمل حسابي على أربعة مثلا، فجأة اليوم ستة، فالأول سيقرأ كثيرا جدا والآخر ربما يجد في نفسه شيئا، لماذا يعني أعطاني خمس دقائق؟ أنا قلت لا أنا أحسبها، وأنا أحيانا أخطئ يعني أنسى. مهم. ماشي. طيب خلاص. ماشي. طيب ابدأ إن شاء الله. من أول إيه؟ قال يحيى وحدثني. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في دار الامين. وبه قال يحيى: وحدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وزل فيه: اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. قال في الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعائشة وأبي قتادة وعوف بن مالك وجابر. قال معيسى: حديث وليد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح، وروى هشام الدستوائي وعلي بن مبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ. وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معيسى: وسمعت محمدا يقول: أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهري عن أبيه، وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه. وعنه به قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت، ففهمت من صلاته عليه: اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب. قال معيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. قال: باب ما جاء في القراءة عن الجنازة بفاتحة الكتاب. وعنه به قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال: وفي الباب عن أم شريك. قال معيسى: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. وعنه به قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازته فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له: فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة. قال معيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرات الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري.
قال باب ما جاء في صلاة على الجنازة وشفاعته للميت. وعن أبي قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مبارك ويونس بن أكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن حبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث مالك بن هبير حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبير رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا. وعنه به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد ربيع كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مئة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه. وقال علي بن حجر في حديثه مئة فما فوقها. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه. قال باب ما جاء في كراهية صلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعنه به قال حدثنا هنداد قال حدثنا وكيع عن موسى ابن علي ابن رباه عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يقرؤون صلاة على الجنازة في هذه الساعات. وقال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره صلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحاق. قال الشافعي لا بأس بالصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة. قال باب ما جاء في صلاة على الأطفال. وعنه به قال حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان البصري قال حدثنا إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرات بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث الشاء منها والطفل يصلي عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خنق وهو قول أحمد وإسحاق. قال باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل. وعنه به قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. قال أبو عيسى هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي زبير عن جابر موقوفا وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفا وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل وهو قول سفيان الثوري والشافعي. قال باب ما جاء في صلاة على الميت في المسجد. وعنه به قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن زبير عن عائشة قالت
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صهيل البيضاء في المسجد. قال معيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي قال مالك: لا يصلى على الميت في المسجد. وقال الشافعي: يصلى على الميت في المسجد، واحتج بهذا الحديث. قال: باب ما جاء يقوم الإمام من الرجل والمرأة. وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن المنير عن سعيد بن عامر عن همام عن أبي طالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة صلي عليها. فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامة منها ومن الرجل مقامة منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا. وفي الباب عن سمرة قال أبو عيسى: حديث أنس هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد عن همام مثل هذا، وروى وقيع هذا الحديث عن همام فوهم فيه، فقال عن غالب عن أنس، وصحيح عن أبي غالب، وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد وغير واحد عن أبي غالب مثل رواية همام، واختلفوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم: يقال اسمه نافع ويقال رافع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق. وعنه به قال: حدثنا علي بن الحجر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك والفضل بن موسى عن حسين المعلمي عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام وسقها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن حسين المعلم. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد. وعنه به حدثنا قتيبة وحدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل اوفر بالثوب الواحد، ثم يقول: ايهما اكثر اخذا بالقران؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه باللحد. وقال: انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه. وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذكره عن جابر. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد، فقال بعضهم: لا يصلى على الشهيد، وهو قول أهل المدينة. وبه يقول الشافعي وأحمد، وقال بعضهم: يصلى على الشهيد، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على همزة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وبه يقول إسحاق. قال: باب ما جاء في الصلاة على القبر. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني حدثنا الشعبي أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبرا منتبتا فصف أصحابه خلفه وصلى عليه، فقيل له: من أخبركه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: في الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن حنيف. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وما قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يصلى على القبر، وهو قول مالك بن أنس. وقال عبد الله بن المبارك: إذا دفن الميت ولم يصلى عليه صلي على القبر. ورأى ابن المبارك الصلاة على القبر. وقال أحمد وإسحاق: يصلى على القبر إذا شهد. وقال: أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة بعد شهر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب
أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. قال: باب ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي. وفي إليه قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصفتنا كما يصف على الميت، فصلينا عليه كما يصلى على الميت. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وحذيفة بن أسير وجرير بن عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه أبو قلابة عن أمه أبي المهلب عن عمران بن حسين، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمرو. قال: باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة. وفي إليه قال: حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبع حتى يقضى دفنها فله قيراطان، أحدهما أو أصغرهما مثل أحد. فذكرت ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك، فقالت: صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قرارات كثيرة. وفي الباب عن البراء وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن مسعود وابي سعيد وابي بن كعب وابن عمر وثوبان. قال ابو عيسى: حديث ابي هريره حديث حسن صحيح قد روي عنه من غير وجه. قال: باب اخر. وفي اليه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا روح بن عباده حدثنا عباد بن منصور قال: سمعت ابا المهزم قال: سمعت أبا هريرة 10 سنين فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تبع جنازة وحملها 3 مرات فقد قضى ما عليه من حقها. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. قال: باب ما جاء في القيام للجنازة. وفي إليه قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إليه قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تقلدفكم أو توضع. قال أبي باب عن أبي سعيد قال في الباب عن ابي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وابي هريره. قال ابو عيسى: حديث عامر بن ربيعه حديث حسن صحيح. وفي اليه قال: حدثنا نحس بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قال: حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبع فلا يقولن حتى توضع. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح، وهو قول أحمد وإسحاق. قال: من تبع جنازة فلا يقولن حتى توضع عن أعناق الرجال. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، وهو قول الشافعي. قال باب الرخصة في ترك القيام لها. وبإليه قال: حدثنا قتيبة حدثنا ليس بن سعد عن يحيى بن سعيد عن واقل وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، وفيه رواية 4 من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. قال أبو عيسى: معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنازة ثم قعد يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. قال: باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي إليه قال: حدثنا أبو قريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا: حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه. قال: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر. وبه إليه قال: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أدخل الميت القبر. وقال أبو خالد: مرة إذا وضع الميت في لحده قال مرة: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وقال مرة: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا أيضا. قال: باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. وبإليه قال: حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري حدثنا عثمان بن فرقر قال: سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال: الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جعفر: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت شقران يقول: أنا والله رحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر. قال: وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث شقران حديث حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقل من هذا الحديث. وبه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطيفة حمراء. قال: وقال محمد بن بشار في موضع آخر: حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا أصح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء، وروي عن أبي جمرة الضرعي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في تسوية القبور. عنه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قال: وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. قال: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها. عن أبي قال: حدثنا هناد عنه قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقط عن أبي مرثد الغنوي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصاصية عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نحوه. عنه قال حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقط عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس وهذا صحيح. قال أبو عيسى قال محمد وحديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقط هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس الخولاني وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقط. قال باب ما جاء في الحاكة في كراهية تجسيس القبور والكتابة عليها. عنه به قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر، وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطين القبور، فقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. قال باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. عنه به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلتي عن أبي كدينة عن قابوس بن أبي الظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال وفي الباب عن بريدة وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وأبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب وأبو الظبيان اسمه حسين بن جندب. قال باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. عنه به قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن القمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس وأبي هريرة وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. عنه به قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معها، ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك. قال باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء. عنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،
وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. قال باب ما جاء في الدفن بالليل. عن أبي قال حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السواق قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاه عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن، وكبر عليه أربعة. قال وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم يسل سلا، ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. قال باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. عنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وعنه قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو داود الطياليسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الجيلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر وجبت، فقلت لعمر وما وجبت؟ قال أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قال قلنا واثنان؟ قال واثنان. قال ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه الظالم بن عمرو بن سفيان. قال باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. عنه به قال حدثنا قتيبة بن مالك بن أنس حاء وحدثنا الأنصاري وقال حدثنا قتيبة عن مالك قتيبة بن مالك عن مالك. وعنه به قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي الثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن عياس المزني. قال وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. عنه به قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر قدمت اثنتين قال واثنتين. فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال وواحدا ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. عنه به قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زيادة بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي س
سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له سرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت له عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موقفة يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. عنه قال: حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه. وسماك بن الوليد هو أبو زميل الحنفي. حسبك. باب ما جاء في الشهداء من هم. وبلا قال حسن الأنصاري قال حسن معن قال حسن ملك الحال وحسن قتيبة أن ملك أن سمي أن أنصاري أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون والمقتول والغارق وصاحب الحدم وشهيد بسبب الله. وفي الباب أن أنس وصفوان بن أمية وجاب بن عتيق وخالد بن قوطة وسليمان بن سلم وابي موسى وعائشه رضي الله عنهم قال: ابو موسى حديث ابي هريره حسن صحيح. وبه لا يقال حدثنا عمير بن اسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حسن ابي قال حدثنا ابو سنان الشيباني عن ابي اسحاق السبيعي قال: قال سليمان قال 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 سليمان بن سلم بن خالد بن قرطه او خالد بن سليمان: اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. وقال احدهما لصاحبه: نعم. قال ابو سعيد: حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه. وهو جاء في كراهيه الفرار من الطاعون. وبه لا يقال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي في دينار عن ابي بن سعد عن اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: بقيت رجز او عذاب ارسل على طائفه بني اسرائيل فتوقع بارجو انتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. قال في الباب أن سعد بن خزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجل وعائشة رضي الله عنها قال: ليس حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن مثنى أبو أشعث الأجدي قال حسن المعتمد بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس أن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. في الباب أن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة قال أبو موسى: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. وعنبي قال حدثنا حميدة بن مسألة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فقلت: يا رسول الله، كلنا نكره الموتى. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاءه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو موسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في من قاتل نفسه. صلي إليه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا واكيم قال حدثنا إسرائيل بن شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى: هذا حديث حسن. واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى الكبد وعلى القاتل نفسه، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على القاتل نفسه ويصلي عليه والإمام. باب ما جاء في الصلاة على المديون. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت عبد الله
ابن ابي قتاده يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فان عليه دينا فان عليه دينا. قال ابو قتاده: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال بالوفاء. فصلى عليه. قال: وفي الباب عن جابر وسلمة بن أكوع وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. وبه إليه. قال: حدثنا أبو الفضل المكتوم بن عباس الترمذي. قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني إليه. قال: حدثني أقيل أبي عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل المتوفى عليه دين، فيقول: هل ترك لدينه من قضائه؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه فتوح قام فقال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه جابر بن سكين وغير واحد من الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح. باب ما جاء في عذاب القبر. وفي إليه. قال: حدثنا أبو سلامة يحيى بن خالد. قال: حدثنا بشر بن فضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقوله هو عبد الله ورسوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقول له: نم. فيقول له: أرجع إلى أهلي فأخبركم. فيقول: لا نم، كنومة العروس الذي لا يمكنه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مطعمه ذلك وإن كان منافقا. قال: سمعت الناس يقولون فقلت منهم: لا أدري. فيقولان: فكنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقول: الأرض التني عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها مؤذبا حتى يبعث الله من مضاعته ذلك. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وابي ايوب وانس وجاب وعائشه رضي الله عنه وابي سعيد رضي الله عنهم كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. قال ابو موسى: حديث ابي هريره حديث حسن غريب. ولي الذي قال: حدثنا حنان. قال: حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات الميت اورد عليه مقعده بالغداة والعشي، فان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه، وان كان من اهل النار فمن اهل النار، ثم يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه. قال ابو موسى: وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في اجر من عز مصابا. وبالله. قال: حدثنا يوسف بن عيسى. قال: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا والله محمد بن سوقة عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل اجري. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرف مرفوعا الا من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الاثنان مثله موقوفا ولم يرفعه، ويقال اكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقر عليه. باب ما جاء في من مات يوم الجمعه. وفي اليه. قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو عامر العبقري قال: حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعه بن سيف عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسلام بمتصل. ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحبولي أن عبد الله بن عمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماء من عبد الله بن عمرو. باب ما جاء في تعجيل الجنازة. وفي إليه. قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمرو بن عمر بن علي أبي
علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاه اذا ان والجنازه اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفؤا. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل. باب آخر في فضل التعزية. وبإليه قال حدثنا محمد محادي المؤدي قال حدثنا يوسف محمد قال حدثتنا أم الأوصل عن منية بنت عبيدة بن أبي برزة عن جدها عن أبي برزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عزى ثقل أسي مردا في الجنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. حسبك. هذا حديث حسن صحيح.
وعن ابي قال حدثنا الحسن بن عامر الخلاب قال حدثنا عبد الله بن امير قال حدثنا الاحمش عن عباره نحوه وقد روى غير واحد عن الاعمش بهذا الاسناد مثل هذا. وروى ابو معاويه والبخاري عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال باب ما جاء في النهي عن التبتر. وعن ابي قال حدثنا الحسن بن عامر الخلاب وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. هذا حديث حسن صحيح. وعن أبي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي وزير بن أخزم الطائي وإسحاق بن إبراهيم البصري قالوا حدثنا أبو عبد بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. حديث سمرة حديث حسن غريب. وروى الأشعث بن عبد الملك عن هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح. قال باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه. وعن أبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة المصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. قال وفي الباب عن أبي هاتم الأنزلي وعائشة حديث أبي هريرة قد خلف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث. رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا محمد الثاني عن ابن عجلان فرواه الليث عن عجلان عن ابي هريره. لا ما هو عن ابي هريره احنا عندنا عبد الله بن هرمز صح؟ اوكي عبد الله بن هرمز ابو هرمز ها؟ عندك ابي هريره انت نسختك نسخه ايه؟ شيخ شاكر؟ نعم انت عندك معك شيء؟ نفس النسخه؟ طب معك نسخة ايه؟ ايوه عن ابي هريرة عن ابي هريرة؟ عن ابن عجلان عن ابي هريرة ممكن يقصد بالارسال اللي هو الانقطاع يعني. ماشي. عن ابن عجلان عن عبد الله بن هرمز عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وحديث الليث اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا هاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن ابي عن ابي هاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه. قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو هاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال باب ما جاء في من تنكح على ثلاث خصال. وعن ابي قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا اسحاق بن يوسف الازرق قال اخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت سداد. قال وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشه وعبد الله بن عمرو وابي سعيد حديث جابر حديث حسن صحيح. قال باب ما جاء في النظر الى المخطوبه. وعن ابي قال حدثنا احمد بن معني قال حدثنا ابن ابي زائده قال حدثني عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكما.
قال وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة رضي الله عنه. هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم يروا منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما، قال أحرى أن تدوم المودة بينكما. قال أول ما جاء في إعلان النكاح. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاتم الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. قال وفي الباب عن عائشة وجابر وربيع بنت معوذ. وحديث محمد بن حاتم حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سلم أيضا. ومحمد بن حاتم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقلوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. هذا حديث حسن غريب في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. وعن أبي قال حدثنا حميد بن مسعد البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زوال عن ربيع بنت معاوية قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي فذات بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا تضربن بدفهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في بدر فقال لها اسكتي عن هذه وقولي التي كنت تقولين قبلها. وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء فيما يقال للمتزوج. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء فيما يقول إذا دخل على أهله. وعنه به قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن عمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث الثور عن إسماعيل بن أمية. باب ما جاء في الوليمة. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أو لم ولو بشاء. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق ووزن 5 دراهم وثلث.
وعنه به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن وائل بن داود عن ابني عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفيه بنت حيي بسويك وتمر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينه عن الزهري عن انس ولم يذكر فيه عن وائل بن عن ابنه. قال ابو عيسى وكان سفيان بن عيينه يدلس في هذا الحديث وربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره. وعن به قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع الله به. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرف مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكر. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال وقيع زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث. باب ما جاء في إجابة الداعي. وعنه به قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتوا الدعوة إذا دعيتم. قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء فيما يجيء إلى الوليمة من غير دعوة. وعنه به قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. فقال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل. قال فقد أذن له فليدخل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن ابن عمر. باب ما جاء في تزويج الأبكار. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم سيبا؟ فقلت لا بل سيبا. فقال هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك سبع بنات أو تسعة فجئت بمن يقوم عليهم. قال فدعاني. قال وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة. قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.